أعلنت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة أن إجمالية قيمة المعاملات التي أنجزتها خلال عام 2017 بلغت قيمتها نحو 47 مليون دينار كويتي. وأضافت الإدارة أنها أصدرت تقريرها الإحصائي عن العام الماضي الذي يشتمل على إنجازاتها خلال تلك الفترة، إضافة إلى أعمال واجتماعات لجان نزع الملكية والتثمين الرسمية والاعتراضات. وقد تضمن التقرير أيضا كافة البيانات الإحصائية لجميع الإدارات والمراقبات التابعة لإدارتها والبيان المالي لميزانية الاستملاكات لكافة المعاملات.